اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. صبري سراج، ازيك يا صبري؟ شرف لك. مبارك يا حبيبي. بخير الحمد لله. تمام. هنتكلم دلوقتي، عندنا مشكله. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كبرتوا طبعا. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ كويس الحمد لله. لسه كنت بسالكم عن الكره اللي بتثير الجدل فيما يخص كابتن نادر امر الدوله ومباراه ام بي وفيوتشر. ابدا بيك يا صبري، انتوا شفتوها يعني؟ اه طبعا. كره يعني غريبه جدا، الغريب يعني غريب في اكتر من حاجه. يعني قرار سهل جدا الحكم ان هو ياخده، ان هو الكره خبطت فيه، فطبيعي ان هو يعمل اسقاط. هجمه اكتملت ودخل هدف، فاستنى عشان يراجع الفار. ليه؟ ما اعرفش. انت مش عارف الكره خبطت فيك ولا لا. وبعدين الفار توقف، كان في مشكله في الشاشه بتاعه الفار. الماتش وقف حوالي 17 دقيقه لحد ما الشاشه اتصلحت وشاف الكوره. والحقيقه ان الزاويه برضو اللي شاف منها الكوره يعني التصوير كان سيء جدا، فالصوره اللي هو احتكم ليها عشان يحسب الكوره هدف، الصوره اصلا ببكسله جدا، فمش باينه حتى برضو خبطت ولا لا. يعني في زاويه الاولانيه عرضوها باينه ان هي خبطت. الزاويه اللي من ورا اللي هو استند ليها الصوره مبكسله فيها ومش باينه، بتقطع ومش باينه، فبرضه هو احتسب الهدف لان هو اصلا كان قراره من الاول ان هو يحتسبه. فموقف غريب جدا طبعا. فرقه انبي انسحبوا لبعض الوقت من المباراه، ثم رجعوا واستأنفوا الماتش وحصلوا على ضربه جزاء وسجلوها وحصل فيه طرد. ده كان قبل بقى ما ندخل على طول، ما لحقناش نشوف النتيجه دلوقتي. 1-1. ايمن. لا هو يعني الواضح ان استكمال برضه للمشاكل التحكيميه. هي الفكره كلها عندنا خبير اجنبي، بس طب الخبير الاجنبي ده بيعمل ايه؟ بيطور في احنا لحد دلوقتي فعلا مش عارفين السياسه بتاعت لجنه الحكام الجديده ماشيه ازاي. كان في انتقادات كتير قوي لكلاتنبرج رئيس لجنه الحكام السابق، وناس كتير بتهاجمه، وناس بتتكلم عن اصله بيقبض بالدولار ومش موجود هنا في مقر الاتحاد، اصله ما بيطورش الحكام، اصله ما بينزلش على الارض معاهم، في حين ان الراجل عمل حاجه واحده بس. يعني كان الحركة دي تقريبا حسنت شوية المنظومة التحكيمية، لأن الحكام بقت تخاف، اللي هي لقطة الفيديو بتاع اللقطات بتاع الأخطاء اللي هو بيجيبها. وكمان هو ما كانش للأمانة الراجل ما كانش بيجيب أخطاء بس، الراجل كان بيجيب لقطات جدلية. أيوه. النهارده مثلا هدف تم احتسابه، الناس بتقول لا ده مش جون، هو كان لو الكره جون يقول لا، هي قرار الحكم كان صح، قرار حكم الفار كان سليم ان هم خدوا القرار ده وانا متفق معاهم. لا والله هنا الكره دي ما كانش المفروض تتحسب ركله جزاء، دي كان المفروض قرارها كذا. فهو ما كانش بيجيب سلبيات بس، كان بيجيب سلبيات وايجابيات. فالنهارده هو في اول فتره ليه عمل اللقطه دي، اللقطه دي كانت بتخلي الحكم يعني برضه خايف ان هو يطلع في الفيديو، يطلع في الفيديو عنده مشكله. النهارده احنا لا بنراجع اخطاء ولا شايفين شغل على ارض الملعب، الفار موجود وفي اخطاء، كل حاجه فيها اخطاء، بس كل القصه ان عندنا خبير تحكيم اجنبي. طب يعني ايه الفرق بين يعني ليه مشي جلاتنبرج وليه جه بيريرا او فيريرا ايا كان المسمى؟ يعني انت جاوبت، الراجل كان بيعمل فيديو ويحط الحكام في وش الناس على طول بالاخطاء والحاجات دي، والراجل الجديد ما بيعملش ده، فالدنيا هاديه حواليه، يعني محدش بينتقد ومحدش بيتكلم، وبيقبض برضه بالدولار. طب ما الثاني بيقبض بالدولار مستمره. فتمام. لا الموضوع غريب جدا، لان احنا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن ناصر هو بيتكلم، هي الفكره احنا بس مش بنشوف، مش عايزين نعرف الكره ما جون او مش جون. احنا الناس بتتعلم. وخلي بالك كابتن اسلام للامانه برضو، ما انت دلوقتي قانون الكره الفيفا الحمد لله حطاه ب 70 لغه، كل اللغات اللي ممكن تتخيلها قانون الكره موجود في، اي حد هيعمل سيرش وهو قاعد كده بالموبايل ويكتب ضربه الجزاء ولا مش عارف لمسه اليد هيطلع له القانون بشرحه بصوره بكل حاجه. طب النهارده كل ده متاح، النهارده ازاي الحكام ممكن تغلط في الاساسيات، تغلط في فيها اللي هو ايه جدل فيها، لا والله اصل كره لمست ايده هي متعمده مش متعمده، لان دي في الحكم ممكن يشوفها تقديري. يشوفها متعمده يشوفها مش متعمده، ماشي يعني ممكن نتكلم خبطه في الحكم، كلنا عارفين في القانون دي اسقاط طب انت النهارده ما عملتش، رحت حتى في البار بتراجعها، تاخد كل وقت ترجع تحتسب الجون. فهنا احنا بالنسبه لنا فيوتشر وانبي على راسنا، يعني احنا مش فارق معانا مين يتقال، يعني نتكلم طبعا عن بعيدا عن من تضرر، ولكن ده خطا كارثي بيتعمل هنا في الدوري المصري. وفي الاخر يجي يقول لك ايه، اصل الجمهور بيتعصب، اصل في مشاحنات على السوشيال ميديا. طب ما الناس لما تشوف حاجه زي كده مطلوب من الناس تعمل ايه وهي بتتكلم؟ صحيح. او بتعلق حاجه صعبه جدا يعني. عموما خلينا ننتظر ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه. احنا اتكلمنا كتير فيما يخص التحكيم، ولكن خلينا ننتظر لنهايه الدوري ونشوف هل من الممكن ان نبدا دوري جديد بشكل جديد. ما نشوف. عندنا السنه دي سنه استثنائيه في العاب الصالات تحديدا يا صبري.
رايك صحيح امر والفوز بعدد كبير من البطولات ده يعني معظم البطولات قدرنا نحصدها 22 من 24 صحيح في تطور كبير في ملف العاب الصالات في كل الالعاب بتاعه الصالات بنحقق تقريبا معظم البطولات او يعني النسبه الاكبر من البطولات حققناها وباداء ممتاز جدا. المشاكل اللي كانت في كره اليد اتحلت، المشاكل اللي كانت في الباسكت السنتين اللي فاتوا اتحلت، الطايره مسيطره اصلا معظم الوقت. فالسنه دي في طفره كبيره بانت لان كل الالعاب بقت ماشيه كويس. يعني السنه اللي فاتت كان الباسكت فارق عن اليد مثلا، السنه دي لا اليد كمان ما شاء الله. فاحنا ماشيين بتطور عظيم في الملف بتاع العاب الصالات ده، الحقيقه يستحق التقدير والتحيه. بنشوف التفاف كبير كمان من الجمهور حوالين الالعاب دي في الفتره الاخيره. فالحقيقه عاملين حاله عظيمه في الشارع. بطوله افريقيا كانت بطوله صعبه جدا، ومن الاخر خدنا حاجه من السنغال اخيرا يعني الحمد لله. يعني كانت الفرحه زياده شويه الحقيقه الحمد لله. بس عشان عارف انت عارف ان السنغال لهم يعني يد طوله في اتحاد الافريقي لكره السله ولا طبعا. يعني معظمهم يعني طبعا هم فرقه كبيره ليها باع في الباسكت ومعظم اللي موجودين سنغاليين فيعني الحمد لله خدنا يعني نقدر نقول خدنا بطوله من فم الاسد زي ما بنقول صحيح يعني صحيح الحمد لله. ايمن رايك برضو في كل الاحداث يعني 18 بطوله يعني طبعا بنبارك طبعا لمجلس الاداره والجمهور لعيبه الاهلي يعني كره السله تحديدا كفريق والجهاز الفني ومستر اوجوستي اللي يعني زي ما الناس يعني سير اوجوستي او يعني بيشبهوه مانويل جوزيه كرة السلة. راجل صراحة انضباطيا على أعلى مستوى، فنيا على أعلى مستوى. يعني هو من أول وجوده في مصر وهو واضح أنه هو مدرب قوي بيحقق نجاحات مع النادي الأهلي. تقريبا هو بطولة واحدة اللي نقدر نقول خسرها اللي هي كانت البطولة العربية الأخيرة، وخسرناها بفرق تقريبا نقطة. وماتش الاتحاد السكندري ده طبعا كان ليه ظروف خاصة، والنادي الأهلي وقتها يعني الموضوع مع الاتحاد السكندري والعلاقات، فالاتحاد السكندري هو اللي توج بالبطولة يعني بعد الحادثة الشهيرة في الاستاد. فلا النهارده يعني فرقه الباسكت تستحق التكريم. يعني يمكن احنا كابتن اسلام حضرتك كنت وقتها لاعب، واحنا كنا ماتشات الباسكت دي لما كنا نروحها في الصاله كانت موضوع في فتره كده كانت صعبه شويه فرقه الباسكت مكان الاهلي كانت صحيح. ايه ما كانش في حق النتائج اللي الجمهور مستنيها. فالفرحه دلوقتي فرقه الباسكت لان بيكسبوا بطولات وبيكسبوا اداء ممتع والفريق فعلا قوي ومخيف، فدي حاجه كويسه. مع الطفره اللي حصلت في كره اليد بنتمنى ان هي تستمر. كره الطايره ان شاء الله يبقى في احلال وتجديد بشكل كويس. تنس الطاوله طبعا احنا الحمد لله من الانديه المسيطره عليها سنين، بقيت طبعا الالعاب الفرديه لو قعدنا نتكلم منها لبكره الصبح. فيعني الحمد لله نتمنى بس ان السنين اللي جايه وزي ما اتكلمنا اكتر من مره واكيد في الوقت بقى التوقفات بتاعت الدوري نبقى نعمل نتكلم في الملف ده كابتن اسلام، ان ازاي العاب الصالات دي النادي الاهلي يستفيد منها، ان هي مش بس بيصرف عشان خاطر يجيب بطولات، لا كمان ياخد منها عوائد او تبقى احترافيه بشكل اكبر. كابتن المهندس خالد مرتجي حط يعني نقول ايه الشراره بتاعت الموضوع ده لما اتكلم عن ان النادي الاهلي بيصرف على كل الالعاب دي صحيح. وما بياخدش دعم عكس انديه ثانيه بتاخد دعم على اي حاجه سفريه او بطوله في الالعاب دي. النهارده شفنا انديه ما بتقدرش تدفع قيمه الاشتراك بتاعت البطولات دي وبتنسحب، النادي الاهلي النهارده بيشارك وبيصرف ومكافئات وكل ده كواجب النادي الاهلي تجاه الرياضه المصريه والنشاط الرياضي بتاعه. فلا فان شاء الله الملف ده كمان يبقى السنين اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي مربح بشكل اكبر. يعني نتمنى ان احنا نشوف خلال الفتره القادمه ماذا سيحدث في هذا الامر. لكن خليني برضه اسالكم في قبل ما ابدا في الناحيه الفنيه، ناس كتير دلوقتي بدات تتكلم او بعض من لا يشجع النادي الاهلي بدا يتكلم في حجم المصاريف والرعايه وتوزيع الموارد وكلام من هذا القبيل، يعني خصوصا في ظل فوز النادي الاهلي تقريبا بكل حاجه. وهو كل ما بتحصل انتكاسات او الاهلي بيبدا يتفوق ويفرق كتير عن اللي حواليه انتكاسات للاخرين. بالظبط. فاللي بيحصل ان بتتفتح ملفات الرعايه والرعايه ان النادي الاهلي بياخد اكتر من الانديه الثانيه كتير وان ما فيش عداله في التوزيع وكل انا اسف يعني اسطوانات اللي احنا متعودين نسمعها في السنين الاخيره. لكن هو السؤال قبل موضوع الرعايات ده ما يدخل مصر او من بدءا من بعد سنه 2000 الوضع كان ايه؟ وهل تحسن ولا ازداد سوءا للانديه الثانيه بعد بعد ده ما حصل، بعد ما الرعايات دخلت والاهلي بقى بياخد فلوس اكتر من بقيه الانديه؟ هل نسبه فوزكم بالبطولات قدام الاهلي قلت؟
طب هل زادت؟ اسألوا نفسكم السؤال ده هتلاقوا تقريبا ان الإجابة واحدة، يعني النسبة اللي انت كنت بتحصل فيها على بطولات قبل دخول عصر الرعايات هي نفس النسبة اللي انت بتحصل عليها. إذن الموضوع مش في الرعاية، ومش مشكلة النادي الأهلي ان هو عنده حسن إدارة لموارده. يعني في التسعينات وقبل التسعينات كان عند الأهلي مشكلة انه ما عندوش موارد زي بقية الأندية. الأندية عندها بوتيكات وعندها محلات تقدر تدخل عوائد كبيره للانديه دي، والنادي الاهلي ما عندوش في الوقت ده. النادي الاهلي كان بيستثمر وبيفتح فرع في مدينه نصر وبيكبر منشاته، وكل الكلام ده كان بيحصل، والاهلي لا يحصل على كم الاموال او ما بيدخلوش كم الفلوس اللي بتدخل لانديه صحيح. اخرى منافسه. اذا احنا هنا بنتكلم عن حسن اداره، فانا مش مشكلتي ان انت عندك سوء اداره وسوء توزيع لمواردك، انا مشكلتي ان انا ما كنتش باخد زيك، ومع ذلك انا كنت بشتغل كويس كإدارة وبوفر موارد أخرى وبدور على حلول بديلة وبكبر شعبيتي وبكبر منشآتي وبانفست في كل حاجة أقدر أن أنا أدخل بيها فلوس وأزود مواردي، بعكس أنت كان عندك فلوس وما قدرتش أن أنت تحقق ده، فأنت بتحاسبني على إيه؟ فكون أن الأهلي بياخد عقود رعاية أكبر ده أمر طبيعي جدا، قياسا بالشعبية وقياسا بعدد البطولات. أنت لو عندك نفس الشعبية بتاخد نفس الكم من البطولات هتاخد نفس الفلوس. دلوقتي كم البطولات في كم الالعاب بقى؟ صحيح الالعاب صحيح يعني بس خلينا اكتر نتكلم على كره القدم بما انها الكريزه اللي هي بتجيب اكتر فلوس وبتاع. فانت عندك كل الفلوس او كل الفلوس، انت مشكلتك ان انت ما عندكش نفس الشعبيه، ما عندكش حسن اداره لمواردك، وبالتالي ما تشيلنيش ذنبك. يعني انا ناجح لان انا شاطر والفلوس بتجيلي عشان انا شاطر، مش بتجيلي فببقى شاطر. لان انت بيدخل لك فلوس كتير او كان بيدخل لك فلوس كتير ولا زال بيدخل لك فلوس كتير، ومع ذلك انت لا تحسن اداره مواردك، فانت بتحاسبني على ايه؟ صحيح. يعني بص لنفسك وبص في ورقتك وشوف مشاكلك فين وحلها، انما مش مشكلتك ابدا ان الاهلي بيدخل له جنيه وانا بيدخل لي 50 قرش، لان هي عمرها ما كانت كده يعني. صحيح ايمن بالظبط، يعني كلام صبري تقريبا هو كل الحكايه، لكن هي هتفضل هي دي الشماعه. النهارده انا ما بنجحش ليه؟ مش عشان انا وحش، لا، عشان في حد تاني بيفضلوه عليا. هي دي النظرية اللي احنا عايشين فيها على مدار السنين وعلى مدار التاريخ. النهاردة هل بطولة الدوري من ساعة ما اتعملت سنة 48 النادي الأهلي مش واخد أول 10 بطولات؟ هل أول 10 بطولات على التوالي؟ هل وقتها كان في رعايات؟ هل وقتها كان بيتم منح النادي الأهلي حقوق رعاية وحقوق بس وبشكل مفضل عن باقي الأندية؟ لا طبعا. طب بعد اول 10 بطولات هتلاقي النادي الاهلي واخد 7 مثلا او 6 بطولات، والانديه الاخرى متوزع عليهم الاربعه بطولات وهكذا. بدايه عصر الرعايات في اول الالفينات خسرنا 4 دوري ورا بعض مثلا يعني الموضوع ملوش علاقه خالص بالفلوس، ان الرعايات تبقى مبالغ يعني تبقى عقود كبيره. في الالفينات الاهلي فعلا اول 4 سنين خسر الدوري، خد مثلا بطوله افريقيا في 2001، خد السوبر، خد بطوله الكاس، لكن كدوري الاهلي خسر 4 دوري. فالنهارده النادي الاهلي الناس عنده اشتغلت، الناس في النادي الاهلي اشتغلت على البراند بتاع النادي، على قوه النادي، على شعبيه النادي، استثمروا زي ما قلنا كده في الحاجه اللي في ايدينا. كابتن صالح سليم الله يرحمه كان دايما بيتكلم على فكره ان هو خايف ان بعد فكره ان نادي الزمالك او النادي ترسانه وقتها لما تم السماح ليه ان هم يعملوا موضوع البوتيكات كمصدر دخل، طب النادي الاهلي مش هيعرف يعمل ده، طب هيعمل ايه؟ ابتدى النادي الاهلي يدور، فتح الفرع بتاع مدينه نصر، ابتدى يبقى فيه دخل تاني، ابتدى النادي الاهلي يدور على حلول اخرى. فالنادي الاهلي مش هو كويس عشان هو المفضل وهو اللي بيدوله كل حاجه، لا، النادي الاهلي عشان بيشتغل. صحيح وبيشتغل بالظبط. فالنهارده انت بتشتغل بتاخد على قد ما بتشتغل. النهارده لما الاهلي خسر الاربع سنين الدوري في اوائل الالفينات وقت الرعايات، هل ده طب كان فين؟ طب ليه ما خدناش الدوري؟ فهي دي الفكره كابتن اسلام. وبعدين ترويج للناس ان انت ما عندكش فلوس في مقابل ان النادي الاهلي عنده كل الفلوس. طب هو مين بيعمل صفقات اكتر؟ مين عقود لعيبته اكتر؟ يعني مين هل الاهلي يعني هل النادي الاهلي بيدي اكبر عقود في مصر؟ مش حقيقي، في انديه ثانيه بتدي عقود فلوس اكبر. انت الاهلي لما بيعمل 4 5 صفقات، يوم ما بيعمل 4 5 صفقات احنا بنقول الاهلي عمل صفقات كتير جدا، في حين ان في انديه كل سنه بتمشي بال10 وال12 وال17 لعيب وتغيرهم، فبيجيبوا الفلوس منين؟ يعني هل دي مش فلوس؟ يعني هل الاهلي لما يجيب 3 لعيبه يبقى صرف، واللي جاب 17 ما صرفش؟ في حلقه من حلقات البيت الكبير من سنه تقريبا او من قبل بدايه هذا الموسم يعني، كلمت ان احنا يجب ان يكون عند في مصر، كلمت مع بعض المسؤولين
في بعض حلقه اللعب المالي النظيف. فاكر انا كابتن اتكلمت عن هذه الحلقه حوالي 3 4 ايام ورا بعضه، عملنا ملف كبير فيها ايه نعم عملنا ملف كبير هنا، عملنا ملف كبير جدا، واتكلمت والناس كل الضيوف اللي كانت تيجي بتتكلم في هذا الامر، وكل واحد بيتكلم من جهته. اتهاجمت هجوم، احنا جبناها من لائحه كابتن الاسلام فاكر، لان احنا جايبينها من... انا جايب لائحه بقول حاجه، انا كل اللي قلته يا جماعه ان في انديه، وكنت لا اقصد نادي بعينيه، ربنا عالم يعني ساعتها، ويمكن انتوا كنتوا او يمكن انا كنت موجود، لانه ساعتها انا كنت مقصد اقول ان في انديه بتدي شيكات للعيبه بتديش فيها، فما كنتش اقصد نادي والله لا اقصد اي نادي، لكن انا بتكلم بشكل عام، ما مش ده بيحصل؟ ايوه بيحصل في الدوري في مصر يعني بشكل عام، فده ما ينفعش. كنت بتكلم على ان نادي الحسابات بتاعتها كان ساعتها مقفوله وكذا وكذا وكذا، وعملوا هجوم شديد جدا 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 عليه، على الرغم من احنا دلوقتي لما بنيجي نتكلم او بنشوف في اوروبا مثلا برشلونه مش عارف يعمل صفقات. مش عارف ايه اللعيبه اللي هو جدد لها عقود اللي جابها، لان هو ده المفروض. مانشستر سيتي خايف يعمل حاجه دلوقتي او يشتروا لعيب تاني عشان اصول اللعب المالي نظيف. صحيح. وبالتالي لو تم تطبيق هذا الامر في مصر اعتقد الامور هتبقى نادي الاهلي الحمد لله. نادي الاهلي دايما هو اول نادي بيتم اعتماد، لا واول نادي بيتم اعتماد رخصته. صحيح. كنادي محترف وعمره ما عمل ازمه لاتحاد الكوره هنا بخصوص الرخصه دي، ولا اتحاد الكوره مثلا في يوم اتعاقب بسبب الاهلي. صحيح. لما بيتعاقب في الامر ده بيتعاقب بسبب انديه اخرى كابتن اسلام. صحيح. طيب خلينا نروح بقى لمباراه طلع الجيش المباراه اللي فاتت، على الرغم من يعني انا في البعض الحقيقه انا كنت لسه عايز اتكلم في هذا الامر، البعض يرى ان مباراه طلع، انا ما بشوف دايما ان الماتشات مش لازم ابقى كويس، خصوصا لما ببقى داخل على ماتشات مهمه قوي. صحيح. زي الوداد مش لازم ابقى كويس، انا المهم اخد 3 نقاط، وده بالزبط. بالنسبه لي وجهه نظري انا، ما اعرفش وجهه نظركم في هذا الامر ايه. ده اولا. ثانيا انه الروتيشن اللي بيعمله مارسيل كولر واضح انه بيعمل روتيشن بطريقه علميه وعمليه في نفس الوقت، لانه الفريق لا يتاثر، بيفوز على الاقل. صحيح. الدوري بطوله طويله المدى، وطبيعي ان هيحصل ان مش كل الماتشات هتاديها بنفس القوه، لكن الفريق البطل هو اللي بيعرف امتى وهو مش كويس يعرف يكسب، وهو عنده ظروف معينه ومضطر يريح لعيبه معينه ان هو يعرف يكسب، ده اهم ما في الموضوع. فالاهلي قدر ان هو يحقق 3 نقاط في ماتش مش حلو، لكن حقق النتيجه المطلوبه، حقق كل اللي هو عايزه من المباراه، لاعب لعيبه كتير ما كانتش بتلعب، ادى عدد دقائق اكبر للعيبه، الدقائق بتاعتها في الفتره اللي فاتت كانت تراجعت سواء بالاصابه او بالابتعاد لاي ظرف من الظروف، وقدر يحقق الفوز في مباراة تبدو سهلة، وده اللي هو المفروض كان يحصل، وده أي فريق بطل بيقدر يعمله في الماتشات اللي بتبقى ما بين ماتشات مهمة زي اللي حصل. اللي حصل اللي قبله ماتش إنبي، والناس كانت مستغربة أو البعض انتقد إن الأهلي لعب بالتشكيل الأساسي قدام إنبي، وإحنا عايزين نريح اللعيبة عشان الفاينل بتاع الوداد وما نخسرش حد ومش عارف إيه. طب حد بص على إنبي في الفترة اللي فاتت خصوصا مع تولي كابتن تامر مصطفى الفرقة، نتائجهم مع الفرق اللي تحت الأهلي في الجدول كانت عاملة إزاي؟ هنبص هنلاقي ان ام بي فاز على كل الانديه اللي تالي الاهلي في الترتيب. صحيح. فاز على فيوتشر وفاز على بيراميدز وفاز على الاتحاد وفاز على المقاولين، اذا احنا قدام فريق فاز على الزمالك وفاز على الزمالك، احنا بنتكلم على فريق قوي جدا في الفتره الاخرانيه، بدايه الموسم بتاعه كانت وحشه قوي، لكن هو في الفتره الاخيره ماشي بشكل كويس جدا. فمارسيل كولر والجهاز الفني واعيين جدا للنقطه دي، وشافوا ان هو مش من السهل ان انت تريح هذا الكم من اللعيبه في ماتش زي ده، هتعرض الفريق لخطر، فلعب بالفول تيم وقدر يكسب الماتش، وقدر بسهوله رغم التكتيك الصعب اللي كان بيلعب بيه والدفاع المتكتل جدا اللي كان بيلعب بيه ام بي، قدرنا نحقق فوز يبدو سهل، انما انا في رايي كان ماتش صعب جدا. بعكس لما جه الماتش بتاع طلائع الجيش، طلائع الجيش بيمر بازمه على المستوى الفني ومستواه مش ثابت ومتراجع، قدر ان هو يريح بعض اللعيبه، يمكن وصل ل6 أو 7 لعيبه يريحهم، 5 تقريبا يعني بالاصابات حوالي 7 لعيبه، يعني في غيابات اضطراريه اساسيه من الاساسيين، فبنتكلم بحوالي 7 لعيبه مثلا ما كانوش موجودين من التشكيل الاساسي. الماتش اللي جاي اعتقد ان هو هيبدا يلاعب اللعيبه اللي هي ريحت الماتش اللي فات او هيديها جزء من الوقت، واللعيبه اللي لعبت 90 دقيقه الماتش اللي فات من الاساسيين هيبدا يريحهم. مع ان الماتش اللي جاي بالمناسبه ماتش سيراميكا انا بشوف ان هو هيبقى ماتش صعب جدا، لكن طبعا. الاهم بالتاكيد مباراه الوداد، فالراجل ماشي بشكل مرحلي كويس جدا. الروتيشن حضرتك قلت جمله مهمه جدا، ان هو بيتعامل مع الوضع بشكل مدروس،
يمكن انا وايمن من حوالي اسبوع كده كنا بنشوف كل لعيبه الاهلي لعبت قد ايه دقايق الموسم ده. ف طبعا القايمه كلها لعبت يمكن فيما عدا حمزه علاء وايمن اشرف، يعني حتى كنا وقتها كنا بنقول ان مصطفى شوبير ما لعبش، فمصطفى شوبير لعب. فاحنا دلوقتي بنتكلم في 31 لاعب لعبوا ماتشات، فعدد دقائق حتى اللعيبه اللي كانت واخده في حدود 100 دقيقه او اقل خلال الموسم هم اللي طلعوا اعارات في يناير. فيما عدا كده لعيبه لعبت اقل لاعب في النادي الاهلي لحد دلوقتي لعب حوالي 700 دقيقه، فده رقم كبير. طبعا رقم كبير، فكل اللعيبه جاهزه، فدي ميزه كبيره. يمكن الشناوي هو لاعب اكبر عدد من الدقائق بطبيعه الحال ومعاه علي معلول، لكن فيما عدا كده كل اللعيبه تقريبا عندك لعيبه كتير جدا حوالي 14 او 15 لاعب الافرج بتاعهم قريب جدا من بعضه، والباقي لعبوا عدد دقائق كافي يخليهم جاهزين. فهو الراجل شغال بشكل مدروس جدا وعلمي. ساعات كنا بنقول هو ليه بيسحب ده في اخر 5 دقائق، الموضوع مش مستاهل، او 3 دقائق الموضوع مش مستاهل، بس هي الفكره ان عدد الدقائق ده مع الوقت بيجمع. يعني لما يريح هنا 10 دقائق ويريح 5 فيريح 15 فيريح 3، كل ده في الاخر بيفرق معاه ماتش او ماتشين يبقى مريحهم زياده عن الـ اي لاعب تاني، فبيبقى خد عدد دقائق راحه كويس وفي نفس الوقت رجله في الملعب. فهو الحقيقه الراجل ماشي في الروتيشن بشكل عبقري. طيب ايمن، اهم مكاسب النادي الاهلي الفنيه، انا بشوف مثلا انه حاجه زي اصرار قفش على العوده لمستواه وحتى فوزه بلقب افضل لاعب في الاسبوع اعتقد شيء مميز جدا، ديانج واستمرار مستواه الرائع، ايضا السوليه وعودته. طبعا زي ما حضرتك بتقول يا كابتن اسلام، والجمله اللي انت قلتها في بدايه كلامك اهم حاجه في الماتشات اللي زي دي 3 نقط. صح، لان انت دي من دي 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 لازم بالظبط كده. يعني انا بشوف ان في اهلاويه كمان حقيقة بيقول يعني ما كان لازم، لا مش لازم، لا دلوقتي فعلا مش لازم. يعني المهم ماتش الوداد ده سبحان الله احنا يعني بنتعلم من دروس قبل كده، ما ده طبيعي في الكوره. احنا اخطانا الموسم الماضي في التعامل مع بعض الامور، الموسم ده مع المدرب وحتى اللعيبه بخبرات بنتعلم من اخطائنا. النهارده المباراه دي خدنا 3 نقاط الحمد لله، المباراه فنيا عدت 3 نقط الحمد لله، ما فيش اصابات حتى مصطفى شوبير يعني التدخل العنيف اللي كان معاه اطمننا عليه وهيبقى موجود ان شاء الله بشكل طبيعي المباراه اللي جايه. طبعا وجود يعني قفشه، ان فكره ان هو الماتش ده كان مستوى افضل، طبعا احنا ننتظر دايما من قفشه ما هو افضل من ذلك، لان قفشه عنده اكتر من كده وهو نفسه عارف ان هو حاليا ما بيقدمش افضل نسخه ليه. لكن المباراه اللي فاتت الامانه راجل بيلعب الماتش، يعني ممكن نستعرض ارقام قفشه في المباراه بما انه راجل المباراه، يعني هنلاقيها ان هي ارقام مميزه سواء على صعيد التمرير عدد، يعني هو لعب الماتش كامل، محاولاته على المرمى بنتكلم 2 من 3، سجل هدف، التمريرات بتاعته 80% الدقه بتاعتها، بيرجع يستخلص الكرة بيدافع بشكل جيد. فالنهارده عمل اداء استحق عليه ان هو يكون رجل المباراه، والهدف حتى اللي جابه بشكل مميز جدا. اخيرا يعني وش رجله رجع تاني، يعني حتى الصوره نفسها بتفكرنا. لا معلش انا عايزه ارجع تاني يعني للارقام، لان في رقمين مهمين جدا رقم انا حابب اتكلم عنه. السؤال الاول هو كان ليه قفشه بعيد عن التشكيل الاساسي في الفتره الاخيره؟ يعني ليه الراجل فجاه قرر ان هو يقعد قفشه وقفشه ما يلعبش؟ مع تغيير طريقه اللعب قفشه كان عنده مشكله كبيره في الواجب الدفاعي، وده كان سبب في انه يكون ملازم للدكه في الفتره اللي فاتت. خلينا نشوف الارقام بتاعه المباراه، اخر رقمين دول مهمين جدا ويوضح لك قد ايه قفشه بدا يستوعب طريقه اللعب، بدا يستوعب المشكله كانت فين ويشتغل عليها. الفوز بالكوره، فاز بالكوره 12 مره خلال المباراه سواء الكوره الثانيه او الالتحام او خسر الكوره خلال المباراه مره واحده بس. اوكي، فده يوضح قد ايه هو اتطور في الشق الدفاعي، امتى بيقدر يتدخل، امتى ازاي بيقدر يحافظ على كورته، بياخد الكره الثانيه، بيلتحم، بيكسب الالتحام. فالحقيقه ان هو قدم مباراه على الصعيد الدفاعي كانت مميزه، يمكن ما صنعش فرص او ما صنعش اهداف لكن سجل طبعا هدف مهم جدا. وفي نفس الوقت انا الرقم ده بالنسبه لي كان هو الاهم، لان مهم جدا ان قفشه في الماتشات دي، وانا متاكد ان الدفع بقفشه سواء في الماتش اللي فات او اللي قبله او حتى الماتش اللي جاي هيكون من اجل مباراه الوداد. احنا هنحتاج قفشه جدا في مباراه الوداد، واعتقد ان كولر واعي جدا للموضوع ده، وبالتالي بدا يدي يعني خلي مباراه الوداد للوداد. لكن ايمن برضو هناك مكاسب فنيه كثيره في السوليه، الامانه السوليه برضو يعني بيستعيد
واحدة واحدة، يمكن هو بعد الإصابة الطويلة لسه برضو مش يعني واحدة واحدة طبعا. السولية برضو من اللعيبة اللي أجهدت وتم استهلاكها الفترة اللي فاتت بشكل كبير برضو، لو إحصائياته وراجل يعني لاعب برضو المباراة 90 دي يعني كاملة طبعا 101 دي عشان الناس بس ما تقولش دي بالوقت الضايع يعني. راجل سجل هدف وركلة الجزاء، وعلى فكرة السولية برضو من الناس اللي يعني بيعرفوا يجيبوا على طول جوان في طلائع الجيش ده، يعني تقريبا ده هدفه الرابع في طلائع الجيش، عمل اسيست الجون بتاع قفشه، ولا عمل الضغط الكره اللي راحت له، محاولاته برده على المرمى جيده، نسبه برده حتى اداؤه الدفاعي يعني معقول. بنتكلم استخلص الكره او فاز بيها 9 مرات خسرها مرتين. النقطه بقى الثانيه يمكن هو ما خدش مان اوف ذا ماتش، لكن عمل واحده من برده مبارياته الجيده، ديانج عمل مباراه برده معانا ليه ارقامه، مباراه هايله، خصوصا ان ديانج برده من اللعيبه الركائز الاساسيه حته سواء سته او لما بيبقى موجود مثلا مروان بياخد هو الواجب، ان مروان بيتقدم شويه او ان ديانج هو اللي واخد مكان سته ده بشكل صحيح. كبير، فعامل كان مباراه هايله، عنده رقم يعني برضو نركز فيه كده لو دقه التمريرات 98% كابتن اسلام، يعني هو تقريبا ممكن يكون عمل له باصتين غلط مثلا، عشان كده احنا بنقول ان هو واحد من افضل اللعيبه من الافضل صحيح. ليه؟ لان هو الفتره اللي كان فيه فتره سابقه من 4 5 ماتشات كده كانت دقه التمريرات على ما اعتقد كانت اقل من كده طبعا، كان الناس كلها بتنتقد وكمان التمريرات الطويله بتاعته يعني على فكره هم 3 من 3 مش 3 مرات طويله و3 كمان، انا اللي بعتها غلط دي معلش. فبرضه فوزه بالكره 10 ده رقم موافق النهارده. لا ديانج واحد من اللعيبه المؤثره لما بيكون في مستوى ديانج، لما بيكون في مستوى قمه تركيزه 100% بيفرق جدا مع النادي الاهلي، واعتقد برضه يعني واحد من اللعيبه اللي طول ما هو مريح وكويس مميز جدا. ممكن بشكل عام يا كابتن اسلام لو حابين يعني قبل ما نختم طلع برضه معانا احصائيه الطلاع في يعني الماتش نفسه، الاحصائيه كامله بتثبت برضه حاجه رغم ان الناس قالت ان الاهلي كانش افضل حال الاهلي كان وحش، لكن في رقميا تعال نبص يا كابتن اسلام لو يعني لو استعرضنا احصائيات النادي الاهلي النادي الاهلي بص نسبه الاستحواذ بتاعته هي تقريبا اللي في كل ماتش طبيعيه يعني قرب ال 70%، قد تكون يعني الناس شايفه ان هو ابطا سنة. اتفضل يعني زي ما انت بتقول بس ده طبيعي لان برضو غيرنا عليك ما هو ده عشان كده انا بتكلم في ان ما يا جماعه لا اتفضل يعني نسبه الاهداف الاكسبكتد جولز بتاعتنا 3 وشويه جايبين جونين، فده برضو حاجه كويسه، محاولاتنا صحيحه على المرمى النسبه بتاعتها جيده، التمريرات عملنا التمريرات في الرينج، النادي الاهلي الفتره الاخيره بتتكلم في التمريرات بتاعته على طول في السبعميات، يعني احنا ان شاء الله قريب هنخش الليفل الوحش باذن الله، يعني الليفل الوحش بتاع ال 1000 تمريره ده اللي هو ليفل برشلونه نسبه الاستحواذ هتزيد من 64 ل 84 هنخش في الليفل ده، بس النهارده بتتكلم مع تغييرات عدد اللعيبه انت لسه مستحوذ، لسه بتعمل تمريراتك ضعف تمريرات الفريق المنافس اللي هو بالمناسبه برضه نازل وعايز يبقى ليه شكل ان هو بينافس على يعني عايز يخرج من الدائره اللي هو فيها. لو كملنا الاحصائيات هنلاقي برضه ان احنا يعني الفوز بالكره بتاعنا نسبته كويسه، الركنيات واخدين، فالاحصائيات اجمالا في المباراه ما نقدرش نقول ان الاهلي كان وحش وكسب، لا الاهلي كان لعب على قد المباراه، على قد برضه ان انت غيرت عدد من اللعيبه عشان تعمل التوافق بتاعك، بتلعب ماتش كل 48 ساعه حاجه زي كده. كلمه كويسه جدا ان هو احنا اتعلمنا من اخطائنا، وبالتالي انا في مثل هذه المباراه انا عايز ال3 نقاط بالظبط كده، فنتمنى ان احنا المباراه اللي جايه، لان زي ما حضرتك قلت اهم حاجه بالنسبه لنا ان شاء الله الفتره دي هي موقعه الوداد. يعني الاهلي وسيراميكا كليوباترا ماتش هيكون ماتش كوره حلو على فكره، سيراميكا عندهم لعيبه كويسه، كان مروا بموسم الحقيقه سيء، لكن المباراه اللي فاتت مع تولي كابتن حلمي طولان الفرقه حصل انتعاشه كبيره كده في الاداء، رغم ان هم خسروا الماتش، انما انا اتفرجت على المباراه الحقيقه عملوا مباراه كبيره وكانوا الطرف الافضل فيها تماما في كل شيء. عدد محاولاتهم على المرمى كان كبير جدا، جنش تالق قدامهم تالق غير عادي، ولولا الحقيقه كان ممكن سيراميكا يطلع كسبان الماتش كتير. في تنوع في الـ في الـ في, الـ في الهجوم، هم يمكن اكتر حاجه متمركزين عليها عمق الملعب، لكن بيلعبوا باكتر من شكل في عمق الملعب، مش 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 بنمط واحد او مش كره واحده اللي بيلعبوا عليها طول المباراه. محمد ابراهيم كان في احسن حالاته في الماتش ده، وصل المهاجمين اكتر من مره للجول. هم بيعتمدوا دايما على محمد ابراهيم ان هو يوصل المهاجمين بكور على الارض ما بين قلوب الدفاع، ويقطع احمد ياسر ريان في ظهر المدافعين ويروح على الجول، او ليهم لعبه ثانيه برده بيلعبوها كتير، والحقيقه برده هم مميزين فيها ان هم بيلعبوا الكره الطويله على
نقطة الجزاء بيطلع أحمد ريان يا إما بيلعبها بدماغه في الجول يا إما يسندها للي جاي عشان يشوط، سواء صلاح محسن من الناحية الشمال أو ميدو جابر من اليمين. بيوصلوا للمرمى كتير، بيهددوا كتير، يمكن ما كانوش موفقين قدام. أنا بتكلم عن ماتش اللي فات تحديدا لأنه أول ماتش الكابتن حلمي طولان وإحنا هنلعب قدام كابتن حلمي، فما بنتكلمش على الماتشات اللي قبل كده في الدوري يعني الفيوتشر المركز الثاني. فالحقيقه هم قدموا اداء مميز جدا، عندهم مشكله في الارتداد الدفاعي، ما بيرتدوش بسرعه لو الكره معاهم، وهم خسروا الماتش بسبب كره زي دي، هجمه مرتده ما قدروش يرجعوا بسرعه فاستقبلوا هدف، دي اكبر مشاكلهم. عندهم مشاكل ما بين الظهير والباك، وسواء من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال، هم بيعتمدوا على احمد بيكهام. الماتش اللي فات كان بيلعب ناحيه الشمال كظهير ايسر، واحمد هاني ناحيه اليمين، وقلبين الدفاع اللي هم سيف توقى و رجب نبيل. ففي مشكله شويه في البطء وفي التغطيه العكسيه، فكانوا اتضربوا منها مره او مرتين خلال المباراه، لكن معظم الوقت هم كانوا مستحوذين، معظم الوقت هم اللي بيوصلوا على مرمى فيوتشر وبيهددوا، وكانت فرص خطيره جدا يعني، الفرص اون تارجت كمان كانت كتير، كان في تالق غير عادي من جنش. فانا ما اظنش ان هي هتكون مباراه سهله، لكن في الاخر الاهلي خلي بالك كنت عدلت معاهم في الدور الاول صحيح، لكن الاهلي الحقيقه بيمر برضه فتره كويسه، وان شاء الله نكون موفقين في المباراه يعني. ايمن، انا بالنسبه لي صعوبه الماتش لان سيراميكا بيحاول يعني، طبعا اول مباراه مع كابتن حلمي طولان قدام فريق بينافس خسروها في الدوري، لان المباريات دي بالنسبه لهم هي النقطه فيها بتساوي يعني حياه، لان سيراميكا زيه زي البنك الاهلي 31 نقطه، زي اسوان، زي غزل المحله، قريب من الداخليه، قريب من طلائع الجيش. فالنهارده كمان هو كان بيلعب فيوتشر، دلوقتي بيلعب النادي الاهلي، هو عارف ان النادي الاهلي عنده مباريات مؤجله مع منافسين مباشرين ليه، زي البنك الاهلي مثلا، زي الاسماعيلي، زي حرس الحدود، زي يعني النادي الاهلي لسه ممكن يعطل له الفرق دي، فهو هيحاول ان هو يطلع من مباراه النادي الاهلي بمكسب. فاكيد دي هتبقى فيها صعوبه من للمباراه. فريق لو هنستعرض برضو ارقام فريق سيراميكا بشكل عام هذا الموسم ونزود عليها يعني من خلال الاحصائيات بتاعتهم، هو السنه دي هم مرنهم يعني كابتن حلمي طولان ده ثالث مدرب معاهم، كابتن احمد سامي كان معاهم 15 مباراه، بعد كده معين الشعباني 13 مباراه. دي احصائيات العامه بتاعتهم السيزون ده، او بص كابتن اسلام الاكسبكتد جولز بتاعتهم كتير يعني، هم بيروحوا على المرمى كتير لكن هم ما بيترجموش ده الاهداف يعني، هم نسبه اهداف النهارده سجلوا 27 جون من 28 مباراه، ده يعني عدد قليل من الاهداف طبعا. استقبلوا نفس عدد الاهداف ولكن يعني راح عليهم 50 فرصه هدف محقق، دخل منهم 27، فبرضه يعني نسبه كويسه دفاعيا، لكن هم هجوميا فريق يعني رغم انه بيروح كتير ما بيسجلش. دقه تمريراتهم النسبه العاديه، بس دقه التمريرات الطوليه عندهم دي زي ما صبري كده بيقول هي دي نسبه تعتبر بنعتبرها عاليه يعني، حتى في مباراه فيوتشر هي كانت الدقه بتاعتهم في مباراه فيوتشر بس في التمريرات الطوليه حوالي 45%، فهم بيلعبوا على الكرات الطويله دي كتير. فريق جايب 10 اهداف من ال 27 دول بضربات الراس، فده معناه ان هم بيلعبوا كور عرضيه او طوليه بيجيبوها كتير كتير. هم اكتر فريق، هم اسوان اكتر فريق عنده لعيبه جابت اجوان بضربات الراس فدي نقطه، وهم حتى سجلوا فينا من ركله ركنيه الماتش بتاع 1-1 بتاع بيكهام. فالنهارده دي نقط هو هيحاول يلعب ليه، هيلعب على الكور الثابته، لان هو مع النادي الاهلي ممكن ما يبقاش عنده فرصه استحواذ، فهو بيضرب ازاي، عنده الكره الطويله في المرتده، يا اما لو جات له كره ثابته يلعبها بضربه راس. احمد ياسر ريان واحد من هدافين الفرقه، 7 اهداف. عندهم برضو ميزه غاب فتره طويله من الموسم، وده من الحاجات اللي اثرت على سيراميكا بالظبط. عندهم حاجه هي كانوا برضو مميزين فيها السنه اللي فاتت رغم نتائجهم، هم الفريق بتاعهم الفريق اللي عندهم لعيبه بترقص كتير وبتعدي يعني. النهارده محمد ابراهيم واحد من اللعيبه اللي هم بيسموه في الدريبلينج، هو تاني اكتر لعيب عمل مراوغات صحيحه في الدوري بعد الياس لاعب المصري، هو السنه اللي فاتت فضل لحد اخر سيزون وافضل لعيب، اكتر لعيب بيرقص. عندهم محمد عنتر بيعمل نفس الموضوع، عندهم مثلا محمد شكري، لا عندهم يعني عندهم مجموعه جدا محمد شكري لو جاهز مثلا كلعيب في الباك الشمال من اكتر اللعيبه اللي عملت صنعت اهداف في الدوري، الراجل صنع 5 اهداف يعني، علي معلول بتاعهم مثلا كده. هي فرقه جيده مع الكابتن حلمي طولان، كان راجل متمرس في الدوري وخد فرق كتير في نفس الموقف بتاع سيراميكا وعدى بيهم، فالنهارده اكيد الماتش هيبقى صعب.
مع ان كابتن حلمي طولان بيبقى عنده ضغوطات في ماتشات الاهلي للبعض اللي دايما يقول له هو انت ما بتخسرش غير قدام الاهلي وبتكسب ما اعرفش عايز يكسب فاكيد اكيد كل ده هيتجمع ان الراجل عايز يخرج بنقطه النقطه دي ممكن تقعده يعني ممكن تخليه مطمن وممكن بعد كده يقعد في الدوري. هو طبعا موقفه صعب في الدوري، هو الماتش 31 نقطة بالنسبه له بكره على فكره. انا من ضمن الحاجات اللي انا شايفها انه هيبقى الماتش صعب على الاهلي موقف سيراميكا، وان سيراميكا محتاج النقط في ظل انهم في حوالي 4 انديه عندهم نفس الرصيد وكلهم قريبين من الهبوط، عنده لعيبه كويسه جدا. الاهلي بيفكر في ماتش الوداد، وماتش الوداد بالنسبه له اهم، فيقول لك انا فرصه دلوقتي اقدر ممكن احقق نتيجه. واظن ان هو هينزل يعني بيهاجم وفتح الجيم، هي فرقه اصلا مش دفاعيه، هي فرقه بتلعب كوره جدا وبتهاجم، وعندهم لعيبه حريفه كتير، عندهم سرعات في خط الهجوم كويسه جدا، ميدو جابر من اليمين وصلاح محسن واحمد ريان، وعندهم لعيب بيقدر يوصل لو في حالته زي محمد ابراهيم. صحيح. يعني محمد وعنتر لعيب كويس. صحيح. فهم عندهم سرعات كبيره قدام، ميدو جابر لعيب كويس، سرعات ومهارات عاليه قدام. صحيح. فعندهم القدره ان هم يصنعوا فرص، فعشان كده انا الحقيقه شايف ان الماتش بكره مش هيبقى ماتش سهل. يعني اخيرا مين اللي هيكسب بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله الاهلي بتاعت ربنا بقى زي ما ربنا يقسم. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه بكره. اعتقد ان هي هتبقى زي ما اتكلمنا زي ما زملائنا كده اتكلموا، مباراه صعبه جدا جدا جدا. ان شاء الله من بعد نهايه المباراه هنبتدي بقى نفكر كيف يستطيع النادي الاهلي، او نفكر مع النادي الاهلي كيف يمكن الوصول للمباراه النهائيه في افضل حال لهذا الفريق، لانه احنا كجمهور وكاعلام لازم كلنا الحقيقه من بعد مباراه بكره نحن نقف خلف فريق النادي الاهلي علشان المباراه النهائيه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا صبري على وجودك معانا. بشكرك جزيلا. شكرا جزيلا يا ايمن على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره يعني هيكون مع حضراتكم الاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي، ان شاء الله بعد بكره يكون مع حضراتكم على الهواء مباشره وحلقه جديده من البيت الكبير. اشكركم واشوفكم على خير.